كلمتها أرعبت المجرمين، أفعالها أعمالها الخيرية في هذه المدينة الطيبة أهل المدينة خلتهم يرتجفون وخائفين، قسما بدم الشهيدة دم كل شهداء العراق المجرمين سوف لن يفلتون من العقاب مهما طال الزمان، لأن الإنسان عاجز عن وصف دناءة المجرمين اللي يخافون من شاب بعمر الربيع زهرة البصرة أيقونة البصرة وأيقونة العراق والإنسانية. البركة بيكم، وستكون هذه الشهيدة البطلة عنوان للعدالة. بالنسبة لبنتي أنا أفتخر بيها ورافع راسي بيها، جت مكالمات من كل العالم، جت من أمريكا وجت من كندا وجت من أستراليا وجت من الإمارات من كل العالم، من بلجيكا ومن ألمانيا، بالإضافة للمكالمات اللي جتني لهنا. أنا أفتخر ببنتي، أفتخر بقوة شخصيتها، أفتخر بلباقتها، أفتخر بكل شيء بيها، أفتخر بأنها من الإمارة، وأفتخر بيها من البصرة، وأفتخر بيها من العراق. هاي البنت قد تكون نموذج، أنا أحب أن أربي جيل، وربيت بنتي وإن شاء الله أربي غيرها، تكون نموذج لكل الموجودين هنا بالبصرة وكل الموجودين بالعراق، يحبون وطنهم ويخدمون وطنهم ويبنون وطنهم. إحنا ما يصير بس ناخذ، المفروض ننطي. الشعب اللي ياخذ وما ينطي هذا الشعب دايم، الشعب ميت. فإن شاء الله بنتي أكون أخليها نموذج للنساء الموجودات هنا بالبصرة، وخص البصرة وياها، وإن شاء الله إحنا بتقدم، وإن شاء الله حضرتك تكون قائد رمز لهالشعب هذا اللي عاني كثير من المشاكل، وإن شاء الله نتمل بك الخير. وأشكرك مرة ثانية وجزاك الله الخير، وشكرا على تعازيكم وواسطكم عني. لا، فالشي واحد يفتخر بي يفتخر بيك وبأمها من ربقة هذه البطلة. فخر بحياتي طيبة إن شاء الله. أنا ما أعرف شلون أشكرك لأن قدمتي فالشي للعراق، أنت وأبوها للشهيدة شي نادر. قدمتي أيقونة التاريخ يذكرها، علمتيها الشجاعة، وهذا النجاح نتيجة تربيتك أنت وأبوها. التاريخ سيذكرها بكل خير، ووالدك هذا أقولها لوالدها، لا أنت ولا أني، تعي أختي، أنت تعي أختي، لا أنت ولا أني نفكر بالانتقام، نفكر بالعدالة. دمها ما يروح هدر، لا المجرمين يفلتون إن شاء الله، وسوف نلاحقهم في كل مكان. نبحث عن العدالة لأن هي الشهيدة كانت بطلة وشجاعة، وكانت تفكر شلون تخدم الناس. اي والله، هو هذا هدفها الوحيد. وخس خسر من يحاول يتهمها، خسر من يحاول يسوي سمعتها، لان كانوا يغارون من عندها ويخافون من كلمتها ويخافون من شجاعتها. انا اهنيك قسما بالله، اهني ابوها. هاي التربيه، هاي العراقيه الاصيله، هاي الظروف مو طبيعيه، حاله استثنائيه بتاريخ العراق. صبورة أنتي، عندك البركة بالشباب، وهذه الحالة لازم تصنع لنا فرصة أمل جديدة بالعراق، مشروعها يجب أن نحافظ عليه. ما كانت قام به الدكتورة من أعمار خيرية لحماية النساء، في العدالة للنساء، حقوق النساء، يجب أن نتعاون كليتنا عائلتها، وأنا أتعاون وياكم انه مشروع يجب ان يستمر. اي ها انا ونحاوضه. وعد وعد هالعين قبل العين. والله انا من الله ومنك اريد مشروع يستمر. وعد، كنت رئيس وزراء ما كنت رئيس وزراء، وعد اعطيك والابو اعطيك وعد، مشروع يستمر. اي ها وتديري انت زين، ولا تخافي. لا باعي. خوف ما من الله، بس اخاف والله العظيم. من الجبان اللي يخاف من نشاطها بالضبط. شنو من جبن وصل ودناءه، هذا التصرف مستحيل. خافوا من كلماته، من كلماته. اكو قد جبان يخاف من حكايه.
انت صنعتي ايقونه انت وابوها قسما بالله. هذا سويته مو قليل. سويته للعراق وشفت التعاطف العالمي وياه. تعاطف مو بس في داخل البصره. لا وليس في عموم العراق، تعاطف وياها في كل مكان بالعالم. هذا اللي يريحني، هذا اكثر ريحني. هذا تكون سعيده. ان شاء الله تكون راقده بالسلام. اي والله ان شاء الله بحيل. راقده بسلام. والشهداء دائما هم يقدمون التضحيات حتى احنا نسير على الاهداف اللي رسموها. اللسان عاجز عن وصف خلاء المجرمين، والله. اي والله. هذا ما يكون ابن البصره. على امرأة شابة 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 تعبانة على نفسها. ايش عندها؟ عندها شغلتين. عندها كلمة وابتسامة. بالضبط. كلمة وابتسامة عندها. يخافون من ابتسامتها في ليش؟ لأن ابتسامة تعني الحياة. يعني المستقبل. شدي حيلك. أنا أخوك. وأبوها يعتبر نفسي أنا أخوه. وأنتوا أولادي. زين؟ والله العظيم أنا أهنيش على هالتربية. على هالشجاعة. البنية ما تخدم نفسها، تخدم الشعب، حتى النساء. أعرفها. تخدم النساء. أعرفها حق معرفة. إي والله. والله العظيم أعرف حق معرفة. خافوا من ابتسامتها. لأن كانت متعرقة بالحياة وتخلي الناس تحب الحياة، ما تحب الدم. ولا تحب الحروب. كانت تقدر تشيل وياها سلاح. كانت تقدر تشيل وياها حماية. بس واضحة من تصرفاتها. كلش، إي من هاي الناحية كلش، إي كلش من هاي الناحية. ولا تدير بال أي شيء يقولوا لها، لا تخاف أبد، ما تخاف. طيبة البصرة. إي. عرفت العالم. شنو البصرة؟ أيه. أنا وعدك مشروعها تبرير مشروعي. تطلبوه من عندي. اللي دامت هذا المشروع منو يديمه طلبوه من عندي أنا اعتبروني أول مشروع. أستمع. أشكركم جزيل الشكر. أعتذر. الوجع كبير صحيح. بس العراق دائما بظروف صعبه يعبرها ان شاء الله وتعبريها. راح تضحكين وتبتسمين ماشي في مشاريع حتكبر وقد بتنفسها حتى الاخرين يساعدون. افتخر بيها انا افتخر بيها اصلا بنتي. عافيه عليك. ابوي يفتخر بيها واخواني يفتخرون بيها وانا افتخر بيها. اي والله افتخر بيها على يعني ما اعرف شنو بنيه هيك عندها اراده قويه وكل هيك الا كلمتها تحققها. ما تدير بال الحكي. ابد ما تدير بال الحكي. بطله. ايش ما تسمع حكي اسمها هاي ولا كانه ما سامعته هي اللي باثت نفذها حتى من تجتمع ويا النساء من تجتمع وياها نفس الطريقه تقنعهن يعني تصور او تكتب فد جمله بد على الصفحه مالتها تطلع وياها 400 مره 400 صحيح 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 شنو يسوي هذا السيلفي مالتها القياديه الصوره الناس كلها تداولها اي والله شابه صغيره شلون تشجع على حماية حقوق المرأة؟ اي بالضبط. هذا ركز عليه الإسلام. هي ركز عليه الثقافات الإنسانية. كلها ركزت عليها. بس المجرمين يعتقدون هاي الفعلة هم حققوا شيء. أنا رجعت أكشف قصة واحدة وأذكرها مو لإخواننا. كليتنا ما نفكر بالانتقام. لا نفكر. لا نفكر بالعدالة. اي بالعدالة. العدالة هي تنصفنا ان شاء الله. احنا من نوع من الناس متحضرين شغلات والنعم 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 والله هاي العداله احنا هم العداله لكن والنعم العداله بالمرصاد ان شاء الله. شكرا جزيلا. وهم هدفهم هكذا مالج يعني احتمال هم يقولون نصفيهن حتى احنا نقدر شلون نسوي شغل هم اللي يعيشون على الفوضى. ها هيك يعيشون على الفوضى. اي يردون فوضى. يعيشون الفوضى. ايه. بس هذا حلم ان شاء الله. البصره تستعيد عافيتها ان شاء الله. الشراره مالتها هي ان شاء الله ان شاء الله شرارتها تكون ونطلب من الناس حتى من يطالبون بحقوقها خلي يطالبون بطريقه سلميه هو حتى يمثلوها لها شغله العنف وشغله هاي شغلات همجيه ما تعتبر انسانيه احنا الناس متحضرين البصره تاريخها عريق والحضاره هي حضارتنا والاسلام حضاره الشغلات هاي يعني ما جايه فهمنا اللي جتنا يعني شلون دخلت المجتمع ما جاي اعرف هاي سؤال الإدارة هي تسوي شيء المجتمع البصري مجتمع متجانس متجانس يقبل بالآخر متنوع متنوع ومشهور بطيبته
تعرف تاريخها، كانوا اليهود والمسيح والمسلمين الشيعة والسنة عايشين يعني نسيج متجانس. تعرف ليش قتلوها؟ تعرف ليش؟ ليش هتركز على قضية واحدة دائما؟ الهوية الوطنية العراقية. هبة احنا نريد الهوية. عمر مش هتقول انت ما فرعي. تقول الهوية الوطنية العراقية والهوية الإنسانية. إن شاء الله العدالة تجيب حقها وحقوق العراقيين إن شاء الله. شكرا جزيلا. موفقين إن شاء الله. حياك الله. حياك الله.